مشو دابا لمصر ندافع بونيا مصر نايضة. يمكن ضربني ضربك ضربني ضربك فرشخين فرشخك شكون من الذي فرشخ الاول الله اعلم شيرين عزيز لك سختو شيرين كانت تفرج هي عزيز لها هادشي شنو هي الناس مضاربين لا تموت انا كنتموت في الشيخ 13 في الحبس على الضوء كتموت على هادشي هذا دابا كنسمع نقول وانا في الدار كنجري نقدر نعفط على شي حاجه نعفط على عارف اش واقع نقدر نعفط على شوكه نعفط على مسمار نعفط على لا صافي دب 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 خاصني نمشي للبالك بحال كنتي بحال كتغيب كتفهم عجبك دي سانزاني اللي ديال دوس 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 دوفا كتب دوس دوس كدير الشف علاه شنو واقع شيرين شيرين وحسن حبيب خرجوا فيديوهات ديال شيرين نشوفوا شنو وقع شيرين شيرين اسيدي وقعت في ديال لي فوتو ديالها مفرشخه شد وجهها وكل لحظه جلب الصح بيان سور هي قالت بلي راه حسن حبيب هو اللي ضرب رجع حسن حبيب قال لهم ماشي انا اللي قصتها ماشي انا اللي ضربتها هي اللي عورت نفسها عورت نفسها غتشد وجهها وبدا يدق يدق فيه قال لك ضربت راسها بالطفايه ديك فكروني في كبور شعرت طفايه لا ماشي كبور لا كبور مينو تاريخ البخاري ودنيا بوطازو قال لي مدي الطفايه هذاك انا عندك هذاك وديال مدرستك شي حاجه واش كاين وي وي فكرتيني دابا هما فكروني فيهم قلت لها راه طفايه قال لي راه حداك قال لي تاري طفايه حداك عطاها بالطفايه الناظر قال لهم شيرين كتضرب راسها راسها وشيرين مسطيها وكون نعاود لكم شيرين شنو دارت مع بنتها غادي تنتهي شيرين مش عباد الله يمشي والضرب ماكسيم يعطيها اتساع شوفوا اون انترفونسيون ديال رضوى الشربيني بابور هذا السوجي يعني انت مدي نفسك الحق ان انت تتدخل في حياه شيرين ونشوف الشلاطين دي كلها عشان انت بتمنعها من بنتها لكن اخوها اللي من امها وابوها ملوش الحق وانت ليك الحق ان انت تشتغل معاها ويبقى ليك فلوس عندها وتاخد فلوس منها لكن اخوها يبقى نصابه حرام الفويس نوتس بتتسرق من عندك واحنا بنسمعها كجمهور وانت ما عندكش اي فكره عنها شيرين هي اللي بطحت نفسها وهي اللي بهدلت نفسها وانت مال حسام حبيب وشيرين غادي غدا وكتحمام العصا هو حط دي فيديو كداكم كوا رولت ليه دارو يا له هو وياها دابا هما مجوجين متلقين كنفهموا ما نعرفيهمش كيفاش كنت تلقاو ترجعوا لبعضياتهم اون توكا ديما بيناتهم الهرج كانت هي تخطبت لشي واحد وقال لها لا قالت لك فيك نيوز قالت لك ما كاينش هادشي وقالت ما كاينش هادشي سمعت قالوا زعما ما كاينش هادشي دونك هي مازوزيه كتبغي تجبد زعما خطبوني بغاها دابا تعري بلانات بيناتهم هي ما بغاتش تفرق معاه هو ما بغاش تفرق معاها هي ما بغاش تفرق معاه باسكو جو بونس سيكولوجيكمون شيرين الي بيرتوربي هو ما بغاش تفرق معاه باسكو فيها الفلوس وي راه بارك الله عندها الفلوس وكتشري من عنده الالحان ديالو وكت قالوا عندها الفلوس راه ما بقاتش السيده كتخدم فين غافيه المهم داكشي اللي كان عندها راه قاده وبقى مازال كيلقى فيها شي بركه توجور كلا ليها سكي في ليستوار ديال باش تسالا هذوك لي دو في ديال شيرين الله اللي عالم بهم ليستوار غدا كتدهور جو بونس ماشي غير شيرين وحسام كاين بزاف ديال شيرين وحسامات في العالم اللي عايشين دي غلاسيون كوم سا طوب دو توكسيسيتي لا بيرفيرسيون العنف المشاكل اسم ما كيسالش هادشي لا كاين الناس كيبغوا المشاكل سمحي لي انا جو بونس السيده هي كتبغي المشاكل الا ما كانش كتبغي ما كيبغيش الا متخوصه هي ديال المشاكل حيت ما يمكنش لك تي ان سيليبريتي عندك مشكل مع حسين اللي تزوج به اللي هو ماشي بات ولادك لانك انت ديجا مطلقه من بات بناتك ما تفهمتوش انت وياه طلقتو كتعاودي ترجعي كتمشي كتعاودي كترجعي دونك انت يا سي سور شيرين عندها مشاكل نفسيه خطيره هذه حاجه ما تذكروش عليها هو جا الوسط بينك وبين شكون اللي سببها في هذوك المشاكل النفسيه وعندها هي ديالها بوحدها ما يمكنش ما كاينش شي حد كيسبب لشي حد شي حاجه اول حيت ما كانتش هكا شي وي مي ما كانتش هكا بيتوت حيت كانت لافاز اللي حنا ما كنعرفوش مي بيتوت كان لا توجور ايتي كوم صا يمكن لا ديبرسيون حيت ما عندهاش ان سوي بزاف الناس ما كيديروش لو سوي بسكولوجيك كيسحبوا راسهم الا مشاو للطبيب النفسي ولا هذا راه محماق
نو سي با فري تكون كاع حماق ومن بعد فين كاين المشكل المهم خاصك تشد مادام المهم فوالا تحاول انك تداوى راه ماشي عيب سورتو كون تو سيليبريتي وعندك لي مويان كيكون عندك ان كوتش ديالك اللي كتمشي عندو باش كتخوي عليه قلبك كتعاودي ليه مشاكلك لانك ابخيتو انت راه باش الثقه في الناس من بعد جي لامبريسيون كالا بيردو كاع لا كونفيونس ديالها ميم فيزيكمون اي كو هو الوحيد اللي كيدير لها داك لو ديسكور بيرفيرناس لو مون بيرفيرناسيستيك منو جاي كيدير لها داك الديسكور ديال انا كنشوفك انا باقي كنبغيك انا باقي هذا دونك كيطمعها بالعواطف ولي تري سونسيبل وفي الاخر دونك حياه شيرين دمرات مش باسك النهايه دمرات دا كانت غدا لي شانسون لي سورتي دو شانسون اغنيات واعره زوينه مقبوله وكانت كتسمى صوت مصر الاول وعندها خيب ريبيوتاسيون وتري سبونتاني انا لا سبونتانيتي ديالها كانت كتفكر في فرد الله يرحمها كطلع سيغ سين كتقول لي قال لها راسها فهمتي ما حاضياش بنت باب الله حيت هذاك ولا ارتيست ما غيبقاش حاضي جنابه واش غنقول اش ما قلت مش مره كتزقلها مره مره تقول محقره الماء ديال النيل المعفون ما تشربوش منه كان دوبويس كانت شويه ضحك ضربات لك بالسميتو بالصباطها ديما كان عندها هذه النوتات ديال الضحك وهذا الشيء كامل ما كانت معروفه بهم ومامته كانت فنانه كبيره وغير تاع واعرين من اختيارات الفنيه خطيره جدا مبدعة وسي دوماج انك ضربت الكارير ديالك اللي حطيتي لها سنين مازال تعطي ومازال تعطي شيرين هي ربات مع تامر حسني ملي كانوا فهمتي جوج معايزات هي وياه من بداو هذيك ديال انت ما بنت محلت لي الكون طعم ولون هي هذيك ما تنساوش كانت مسكينه خصنا الوقت ديال اللحم ديالها الوقت ديال الستيك ولا الضحيه ديالها بدات اول فيديو اول اغنيه غنتها شيرين كانت جو مع تامر حسني حبيبي وانت بعيد نو هادي قبل منه ها انت نقدت اللي خليت لي الكون طعمي وشكلي وطعمي ولون لا بخمي انا ما غنتقابحش معاكم فهادشي انت اللي تخليت لي الكون اه يا ندى انا قيمت مليون بحبك اها هادي لا بخومييغ لا توت بخومييغ ديالو بجوج وعاد من هنا انطلقت ابخي الفكره ديال اللي كبروا لي جوج ديالهم تو بو على شيرشي سو تو فو سامي لك تي باغيش مغنيه اخرى نسى شيرين كاينه معنا ابتسام راه قابله باقي عندها الجهد ولا قديتي عليها انا واش كاينه كاع من عيالي زيد كاع من عيالي لا اختي الحمد لله الحمد لله راه متزوجه الحمد لله راجلي الله يحفظوا لي الله يحفظوا الله يرضوا لك الله يخليه لك مسكين هو اللي بقى فيه واللي واخا العصا دابا في الدو مسكين راه شافو مسكين باقي تيعاش الله يشافيه الله يشافيه ان شاء الله دونك شيرين باش نكمل الموضوع شيرين مع حسام صافي سالينا واحد السيد ما لايقش ليك هذه ماشي غير شيرين بالنسبه للعائلات كاملين ديال العالم ولا حتى الرجال واحد السيد ما لايقاش ليك كتعذبك ولا واحد السيد كيعذبك ما لايقش ليك عطيه اتساع تستمر الحياه الحياه ما بقى انت واحد وتستمر الحياه طور لاباج سورتو انت يا شيرين اللي عندك اون كارييغ عباد الله اما هو معدوم يخسر ولا خاطر كلشي ولا فاشل شكون كيعرف راه عنده ما يخسر هو اصلا ديما فاشل راجل هو المعمر ديما في اليوم كون كاع الراجل كي يصنع بيها شكون كان كيعرفو عرفنا بيها سالينا دونك الله يهديهم الله يهديهم مش بونسكو هادي هي بانت لي طلعت فريمون القضيه بزاف اللي بانت طالع القضيه ما خاصهم السبيطار بجوج لا صافي خاصهم طبيب مغلوبه بجوج خاصهم طبيب مغلوبه ديك ديال فكروني في ليستوار ديال جوني داب جوني داب مع امبر فكروني في ليستوار ديال جوني داب مع امبر لا هذا نيفو طالع هذا نيفو طالع دونك سي جو بونس كو سي لا فان خاص فريمون تقسم القضيه سالي دابا